السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الأساسيات في اللغة الإنجليزية. كما نعلم الجملة باللغة الإنجليزية تبدأ بسبجكت فاعل، بعدين فيرب، بعدين عندنا يكون كومبلمنت تكملة الجملة. لكن أحيانا يكون هناك عبارة بين الفاعل والفعل، بالتالي ممكن يكون عندنا ارتياب أو شك كيف استخدم الفعل، هل هو بالمفرد أو بالجمع. تابع معنا لنهاية الفيديو، هناك الكثير من المعلومات المهمة والأساسية في اللغة الإنجليزية يجب الانتباه لها. العبارة التي تكون بين الفاعل والفعل مكون من حرف جر ومفعول به. المفعول به ممكن يكون اسم أو يكون عندنا ضمير. الضمائر في حالة المفعول به كما نعلم I تصبح me، he him، she her، it it، we us، you you، they them. phrases between subject and verb. اذا عبارات، كما قلنا العبارة هي حرف جر ويكون عندنا اسم او ضمير مثل me كما قلنا في بداية الفيديو. اذا يكون عندنا عبارة بين الفاعل والفعل. كما قلنا الفاعل يليه الفعل وتكملة الجملة. هذه شكل الجملة في اللغة الإنجليزية، إذا فاعل وفعل وتكملة الجملة. بيكون الفاعل كلمة واحدة مباشرة يتبعه الفعل. مثلا the books are next to the door، يعني الكتب تكون بجانب الباب. هاي مباشرة بدأت بالفاعل يليه الفعل. لا نستطيع أن نقول the books next to the door. لماذا؟ لأنه يجب أن تحوي كل جملة إنجليزية على الفعل. إذا لم يكن هناك فعل واضح في الجملة يكون عندها إذن الفعل يما يكون am is are، يعني فعل كون. هنا استخدمنا are. لماذا؟ لأنه الفاعل منتهي بإس، يعني الجمع نستخدم are. لو كان مفرد the book نستخدم is. هذه جملة فاعل فعل تكملت الجملة. الفاعل هو the books، الفعل are، تكملت الجملة بعد الفعل next to the door. درسنا أحيانا يكون بين الفعل والفاعل بهالمكان، هذا بيكون عندنا عبارة. العبارة كما قلنا حرف جر يليه اسم. لاحظ the books on the table are next to the door، نفس الجملة السابقة لكن ضفنا لها on the table. هذه العبارة the books on the table are next to the door، نفس الجملة السابقة. لاحظ the books نفسها are نفسها، next to the door أيضا نفس الشيء لكن ضفنا عليها on the table. ممكن شخص عندما يتكلم أو يكتب يستخدم فعل كون is بهالمكان هذا، وهذا خطأ. لماذا؟ يظن خلاص the table مفرد يستخدم is، لكن are لا تعود على the table، تعود على the books الكتب. لاحظ the books الكتب جمع، عندئذ نستخدم are وليس table. لماذا؟ لأنه عندنا on حرف جر، يكون the table بالعربي اسم مجرور، باللغة الإنجليزية بيكون object يعني مفعول به. إذن هذا يعتبر توافق بين الفعل والفاعل. إذن أصل الجملة the books are next to the door، لكن أدخلنا عليها كما قلنا عبارة، والعبارة عن حرف جر وبيكون بعدها object مفعول به. لذلك ننتبه، ممكن شخص كيف نعرف انه نعتمد على تيبل the books؟ نحذف اول شيء العبارة ما هي؟ on the table، نحذفها ترجع الجملة كما هي، معناته يكون عندنا الفاعل نحدده هو the books. the books جمع، عندئذ نستخدم are ولا نستخدم is في هذه الجملة. لماذا؟ the books بيكون عندنا جمع وليس the table. اذا the books هي الفاعل، table هي تكون المفعول به. لدينا هذه الجملة the rings around the middle of Saturn
is are beautiful. يعني الحلقات around حول the middle وسط أو منتصف ساتان كوكب زحل is are beautiful جميلة. الجملة the rings around the middle of Saturn is are beautiful. نريد أن نستخدم الفعل المناسب لهذه أو في هذه الجملة. ممكن شخص يختار is، ممكن شخص آخر يستخدم are. شخص يستخدم is يقول أنه Saturn كوكب زحل واحد معناته الضمير it يعني مفرد، وهذا خطأ. لماذا نستخدم are؟ إذا الإجابة صحيحة are. لماذا؟ لأن الفاعل في هذه الجملة the rings، إذا الحلقات، والحلقات يعني they يعني جمع. حالة الجمع نستخدم are. شخص يقول كيف احنا لازم دائما يكون توافق بين الفعل والفاعل؟ نقول له صحيح، لكن الفاعل في هذه الجملة ليس ساتان، يعني الفعل مباشرة ينظر للكلمة التي قبله ساتان يعني مفرد، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن هناك الفاعل the rings، الفعل is أو are beautiful تكملة الجملة. طيب ماذا عن around the middle of Saturn؟ هذه نسميها phrase. إذن هذه جميعها أو جميع الكلمات هذه around the middle of Saturn نسميها phrase، عبارة. ماذا تعني عبارة يا أستاذ؟ يعني حرف جر preposition و object مفعول به. المفعول به يما يكون اسم يعني noun أو يكون pronoun إذن ضمير. إذن مفعول به ما يكون اسم أو ضمير. عندنا ساتان هذه الحالة بتكون اسم طبعا it. إذن العبارة الفريز around إذن هي preposition إذن حرف جر. The middle of Saturn إذا منتصف زحل هذه object مفعول به، لكن احنا لا نختار الفعل اعتمادا على مفعول به، اعتمادا على الفاعل. الفاعل the rings، عندئذ نستخدم are. إذا الإجابة الصحيحة هي are. لماذا؟ لأن الفاعل the rings وليس Saturn. كيف نعرف؟ فقط نحذف العبارة تصبح الجملة كالتالي the rings are beautiful. إذن الحلقات تكون جميلة. أي حلقات؟ around the middle of Saturn. لمعرفة الفعل بشكل صحيح فقط نحذف العبارة، ننتبه الفاعل نحدده هو the rings. عندئذ the rings مفرد ولا جمع يعني singular or plural؟ لاحظ انه plural جمع في s، عندئذ نستخدم r بحالة الجمع. كما نعلم is مع المفرد دائما و r مع الجمع دائما، و am في اللغة الإنجليزية فقط تستخدم مع i أبدا. من تشوف am يجب أن يكون قبلها i فقط لا غير. لدينا بعض أحرف الجر يجب أن نعرفها: above فوق، about حول أو عن، across عبر، along بمحاذاة أو على طول، around حول، at في أو عند، below أسفل، between بين، by بواسطة أو عن طريق، during أثناء أو خلال، for لي أو لأجل، from من
in في inside داخل into أيضا داخل near قربة of من of أيضا تأتي بمعنى من أو على حسب الفعل اللي قبلها on على over فوق through خلال under تحت until حتى upon على with مع without without بدون. إذا نحفظ هذه أحرف الجر بشكل عام، إذا above about across along around at below between by during for from in inside into near of off لاحظ of off on over through under until upon with without. لاحظ هذه الجمل other big names in short story is are أحمد and Mary. يعني أسماء كبيرة أخرى في القصة القصيرة يكون أحمد وماري. لاحظ يجب أن نختار is أو are. ممكن شخص يختار is، لماذا؟ لأن عندنا story مفرد يختار is وهذا خطأ. الإجابة are. شخص تعجب لماذا are why؟ نحذف in short story في القصة القصيرة. لاحظ هذا نسميه phrase عبارة، لأن عندنا in حرف جر short story بيكون عندنا مفعول به object نحذفها. عندئذ الفاعل other big names، إذن لاحظ names الفاعل names لاحظ في اسم الجمع plural. عندئذ الإجابة الصحيحة هي are. لماذا؟ other big names are أحمد and Mary. هذا بدون العبارة بدون الفريز تصبح other big names in short story are أحمد and Mary. الجملة الأخرى people around the world enjoys the old music. لاحظ يستمتع الناس حول العالم بالموسيقى القديمة. ممكن شخص كلمة world عالم مفرد، عندئذ يقول مضارع بسيط نستخدم للفعل s enjoy نضيف للفعل s اسم مفرد الغائب وهذا خطأ. لماذا؟ لأن عندنا phrase الفريز هي around the world، إذا حول العالم نحذفها تصبح أو يصبح الفعل واضح هو كلمة people. لاحظ جرى عندئذ نستخدم enjoy بدون اسم المفرد الغائب. لماذا اسم المفرد الغائب نضيفه إذا كان الفاعل he أو she أو it، بينما الفاعل كلمة people إذا الناس معناته ذي جمع، عندئذ لا نحتاج لاسم المفرد الغائب. ننتبه هنا. الجملة الأخيرة my goals in life grows each year، يعني أهدافي في الحياة تكبر كل سنة. شخص يشوف إنه life مفرد، عندئذ يضيف اس المفرد الغائب للفعل يختار grows وهذا خطأ. لماذا؟ لأنه عندنا in life هي عبارة عن phrase عبارة مفعول به وليس الفاعل، نحذفها. الفاعل هو my goals، إذا أهدافي يعني plural جمع، عندئذ يكون الفاعل they، عندئذ لا نحتاج لاسم المفرد الغائب، إذا نستخدم grow. My goals in life grow each year. بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم، تكلمنا فيه عن phrase عبارة التي تأتي بين الفاعل وبين الفعل، لا نعتمد على المفعول به لاختيار الفعل بل نعتمد على الفاعل، يجب أن يكون هناك توافق بين الفعل والفاعل.
إذا كان جمع وهكذا. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.